في خضم الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر وحملات مكافحة الفساد التي طالت رجال المال والأعمال، انطلقت فعاليات الطبعة 52 من صالون الجزائر الدولي بمشاركة 15 دولة أجنبية. تقربنا من بعض المتعاملين الاقتصاديين الأجانب لاستطلاع آرائهم حول السوق الجزائري. Ya, jadi memang tujuan kita berpartisipasi pada tahun ini ada 14 perusahaan Indonesia, perusahaan-perusahaan besar dan sangat maju. Kita ingin menunjukkan kepada Aljazair bahwa negara Indonesia adalah negara saudara Aljazair dan kami siap membantu di bidang ekonomi Aljazair. We already study for the Algerian market and we think Algerian market for the automotive is quite big and quite good for us. So we will try to enter Algerian market to distribute our product. لكن على حسب الأصداء، على حسب الأمور اللي تقدمنا فيها اليوم، هم اليوم مناخ الاستثمار عجب للشركة القطرية وعندهم بعض المجالات اللي بدأوا يدرسوا فيها إن شاء الله للاستثمار في الجزائر. الاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية اللذان يطبعان المناخ العام بالجزائر من البديهي أن يؤثر على نظرة الأجانب، هو ما جعل المؤسسات والهيئات المحلية تقدم المزيد من التحفيزات والتسهيلات. يمكن استخراج يعني سجل تجاري بدون حضور يعني المستثمر الى الفرع المحلي المركز الوطني للسجل التجاري، وذلك عن طريق الموثق، حيث يمكن للمستثمر الاجنبي او المحلي ايضا يعني ان يودع الملف تاعه يعني لدى الموثق، وهو الموثق بدوره يقوم بجميع الاجراءات الى اخر استخراج سجل تجاري، والذي يكون في فتره لا تتعدى 24 ساعه. الحضور المحتشم للأجانب في صالون الجزائر الدولي أمر طبيعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يستلزم تقديم المزيد من التحفيزات لزرع الثقة في المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.